لا صوت يعلو داخل النادي الاهلي فوق صوت المهاجم، وترشيح مهاجم عجوز على النادي الاهلي، ومصير امام عاشور وحلم صلاح في القلعه الحمراء. كواليس كتيره جدا ومهمه داخل النادي الاهلي خلال الساعات الاخيره وقبل المواجهه المرتقبه ما بين النادي الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري اللي هتقام ان شاء الله يوم 15 سبتمبر الجاري في بطوله السوبر الافريقي. ترشيح مهاجم عجوز على النادي الاهلي في عز ما النادي الاهلي بيدور على مهاجم قوي، مهاجم هداف يقدر يقود النادي الاهلي خلال الموسم الجديد، يقدر يصنع او يقدر يترجم الفرص اللي بتتاح للنادي الاهلي، يقدر يساهم في النادي الاهلي، يقدر يفوز بكل البطولات. احد شركات التسويق رشحت مهاجم عنده 35 سنة وهو انطوني موديست، مهاجم فريق بروسيا دورتموند الالماني اللي تم ترشيحه خلال الساعات الاخيرة على النادي الاهلي. انطوني موديست عنده 35 سنة، مهاجم ارقامه في اخر سنة مرعبة بشكل كبير جدا لكل من يتابعها، لعب 29 مباراة سجل هدفين فقط وصنع هدف واحد. انطوني موديست 35 سنة، تم ترشيحه على ادارة النادي الاهلي ومارسيل كولر لتدعيم الفريق في الموسم الجديد. انطوني موديست عنده 35 سنة، مهاجم يعني لشركة التسويق اللي عرضته على النادي الاهلي، معرفش عرضته على ايه. هو بيلعب في بروسيا دورتموند السنة الماضية او الموسم المنتهي اللي خلص، لعب 29 مباراة في كل البطولات، سجل هدفين فقط وصنع هدف. اعتقد بنسبة كبيرة جدا يعني مفيش حد عاقل ممكن يفكر ان ده ان انطوني موديست يتم انتقاله للنادي الاهلي او يوقع للنادي الاهلي، او النادي الاهلي يفكر في ضمه، او مارسيل كولر يفكر في ضمه. النادي الاهلي مشى محمد شريف اللي سجل 13 هدف في الموسم المنتهي، مشى حسام حسن اللي بيقدم موسم ممتاز جدا مع فريق سموحه، مشى شادي حسين اللي كان هداف التاريخي لفريق سيراميكا كليوباترا. فمش من المنطقي النادي الاهلي يتعاقد مع انطوني موديست اللي لعب 29 مباراه وسجل هدفين فقط في الدوري الالماني خلال الموسم المنتهي. ومن انطوني موديست لامام عاشور، امام عاشور احد اللاعبين الوافدين خلال فتره الانتقالات الصيفيه الجاريه، واحد اللعيبه اللي الكل بيتطلع لمستقبل باهر مع النادي الاهلي، واحد معجون كوره بلغه الكوره كده، واحد من اهم اللعيبه في خط الوسط في الفتره الحاليه داخل الكره المصريه، واحد من عمل ضجه كبيره جدا من انتقاله من ميتلاند الدنماركي للنادي الاهلي بعد ما كان لاعب في نادي الزمالك. فالكل بيتوقع، الكل بيحاول يشوف هل امام عاشور جاهز ان هو يشارك في مباراه السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه الجزائري. امام عاشور على مسؤوليه الشخصيه بنسبه 90 تصل ل 95%، ممكن يبقى اساسي في مباراه النادي الاهلي امام اتحاد العاصمه الجزائري. امام عاشور كان عنده اصابه منذ ابريل الماضي في العضله الخلفيه، كانت اصابه قويه لحد ما في العضله الخلفيه، ولكن امام عاشور تم خضع لبرنامج تاهيل مكثف، تم عرضه على الخبير النمساوي كريستيان فينك اللي عمل العمليه الجراحيه لاكرم توفيق وكريم فؤاد، ده كان على هامش معسكر النادي الاهلي في النمسا، والخبير النمساوي منح امام عاشور الضوء الاخضر ان هو يشارك بشكل اساسي في المباريات، وده اللي شفناه في مباراه النادي الاهلي اللي قيمت الثلاثاء الماضي في النمسا. ظهر امام عاشور في الشوط الثاني وشارك وقدم وظهر بمستوى جيد جدا، وزي ما بقول لحضراتكم هيكون ليه فرصه كبيره جدا ان هو يكون متواجد في تشكيل اساسي في مباراه النادي الاهلي مع اتحاد العاصمه اللي هتقام ان شاء الله يوم 15 بعد تقريبا اسبوع من النهارده، زي النهارده ان شاء الله تقام في السعودية وتحديدا في مدينة الطائف في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة. فهتكون فرص امام عاشور قوية وكبيرة جدا. كمان اللاعب اللي ظهر بشكل كبير جدا خلال معسكر الاهلي في النمسا هو كريم نيدفيد العائد من العائد للنادي الاهلي بعد انتهاء عرضه مع فريق فيوتشر. هتكلم على حلم صلاح، والناس كلها ممكن تتكلم او تقول اللي هو محمد صلاح، ولكن حلم صلاح محسن، صلاح محسن العائد لاستعادة واكتشاف موهبته من جديد داخل النادي الاهلي بعد فترة من الاعراض، فترة من عدم التوفيق داخل النادي الاهلي، فترة من التراجع كانت برضاه او كانت برغبته خلال الفترة الماضية، لمحاولة اعادة اكتشاف نفسه بعد فترة من الاستهتار داخل النادي الاهلي منذ انضمامه في 2018 في اغلى صفقة وصلت تقريبا سعرها لحوالي 42 مليون. طبعا كلنا عارفين تفاصيل الصفقة اللي كان اهداها المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الفخري السابق للنادي الاهلي. صلاح محسن الكل بيتطلع وبينتظر او بيبص له كانه لحد واحد من المهاجمين الممتازين، واحد من اللعيبه المهمه جدا اللي هيكون لها مستقبل باهر، بيتطلع او بيحلم ان هو ينضم للمنتخب الوطني في الفتره اللي جايه. عنده فرصه ذهبيه خلال الموسم اللي جاي،
في الظروف الحاليه. النادي الاهلي حاليا ما عندوش ولا مهاجم. النادي الاهلي فشل زي ما انتم عارفين، مشى ثلاث مهاجمين سواء شادي حسين او محمود كهربا او حسام حسن، وحتى الان ما ضمش اي مهاجم، واللي موجود معاه محمود كهربا. محمود كهربا عنده ايقاف 6 مباريات في بطولة الدوري المحلي، يبقى هيكون صلاح محسن هو المهاجم الوحيد داخل النادي الاهلي. طبعا لو قلنا ان في محمد زعلوك، محمد زعلوك لسه شاب مواليد 2005، ففرصته هتكون قليلة جدا ان هو يشارك بشكل اساسي. فرصة صلاح محسن ذهبية يعني قولا واحدا، انه هو يقدر يشارك، يقدر يقود النادي الاهلي في مباراه. النادي الاهلي عنده ارتباطات قويه جدا سواء بطوله السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه، بعد كده هيلاعب سان جورج الاثيوبي في بطوله دوري ابطال افريقيا في دور ال 32، بعد كده يكون عنده ارتباطات في الدوري المحلي. زي ما قلت لحضراتكم محمود كهربا موقوف 6 ماتشات بسبب تعديه لفظيا على جماهير نادي الزمالك، ده وفقا للجنه تبع اتحاد الكره، تم ايقافه 6 مباريات، فهيكون غايب عن النادي الاهلي. النادي الاهلي كمان عنده ارتباطات في السوبر او دوري السوبر الافريقي اللي هينطلق ان شاء الله يوم 22 اكتوبر اللي جاي، وبعد كده يوم 24، ومباراه قويه جدا بعدها تكون بطوله كاس العالم للانديه. فصلاح محسن عنده هدف وعنده رغبه ان هو يستعيد مستواه، يقدر يقود هجوم النادي الاهلي، عايز يلعب او عايز يعود تاني مره تانية لصفوف المنتخب الوطني، بيحلم ان هو يشارك بكاس الامم الافريقيه اللي هتقام طبعا السنه الجايه في كوت ديفوار تحت قياده طبعا او في مع المنتخب تحت قياده روي فيتوريا. ده حلم صلاح محسن، حلم مشروع. بنتمنى كل التوفيق لصلاح محسن، زي ما حضراتكم موهبه كبيره جدا اهملها صلاح محسن في السنوات الماضيه، ما قدرش ان هو يثبت نفسه، خرج اكتر من مره للعرب بسبب تراجع مستواه بشكل كبير. ولكن صلاح محسن امام فرصه ذهبيه خلال الموسم اللي جاي، حاله تعاقد او حال عدم التعاقد مع مهاجم جديد للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. دي كانت كل الكواليس من داخل النادي الاهلي، شكرا لكل متابعي شاشه الوطن.